السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف الحال؟ الحمد لله بخير شيخ. شو اخبارك؟ هلا اوراق. كم مره ان نقدم عندكم تقول طلبكم مرفوض؟ عوش. شيخ هذه الاوراق يعني ما مرفوضه، وطلبك ان شاء الله بيتحقق وفي ثواني. بس شويه اوراق محتاجين وشويه فيتامينات. اي فيتامينات انت؟ فيتامينات وش شايف اني كورس من العضلات؟ شايف اني عصير برتقال؟ شايف اني وش؟ خلصني يا اخي، انا 15 سنة اراكض وراكم على هالاوراق، كان ولدي في بطن امه، الحين كبر وعرس وتزوج وكل شيء ما عرفت وين، خلصني يا اخي. ابوي انت شكلك لا مال فيتامينات ولا مال ماي. شيخ توكل بس توكل. ما بتوكل؟ كيف اتوكل؟ توكل يعني تعال يوم ثاني ان شاء الله وامورك بتكون طيبة. ما بصير يا اخي؟ لا تجز. ان شاء الله ان شاء الله. لا تدز ان شاء الله. تفضل. خلصوني يا اخي. بنخلص. تفضل. بعدين ما يشتغل. مشغول. بن عمي ما في فايده. في اجازه بعد ما اعرف. قلت لي فيتامين ها؟ ايه. هاي فيتامين انت اصلا صارت الفيتامين وشاربنا كله. ان شاء الله. تفضل. يا الدب. شكرا. ما بتخلصون احنا غير ما بتخلصوهم. ان شاء الله. شكرا. تفضل. شوف يا رئيس، ابو مشموخ بعيد الشر سلامات، تدخل البيت حتى سلام عليكم ماشي؟ عليكم السلام. كذا من طرف خشمك تقولها؟ بعد لا بوزك ممدود شبرين من سدح علا. كيف ما تبي بوزي ينشد وكيف ما تبي براطم يطيح؟ 15 سنة وأنا راجع بعد المعامل وما خلصت، ما خلصت، أول تبي فيتامين. فيتامين؟ الحل موجود، ليش ما تكلم علي ولد سعيد المشموخ؟ من أولاد عمك وعندهم ما شاء الله معارف وناس وما مبقي أحد في الوزارات ما يعرفه. يعني أنا أروح لولد المشموخ عشان ارجع للواسطه؟ حاشا وكلا. يوم ان حاشا ولا وكلا تندفن انت ومعاملتك بعد 15 سنه قدام. شو
شوفي كلها تدخل بيت وانت متضايق متضايق متضايق، ليش؟ وانت من حضرته؟ ليش على ما ابوك؟ ابوي؟ شكلك انت ضيعت، انت ولدي ولدي في المسلسل ولدي. ما يضحك. تبقى داخل سر. ماي كازن اسكت، بريولي بعطيك فيه كازن وكازن، كزنتني انت. كمان ماي كازن كمان، انت ليش كذا؟ لازم تكون سمارت ذكي، ضبط امورك. يس اسمعني، انا الغاز ما افهمهن، انا ابغاك تعطاني واحد زائد واحد يساوي اثنين، قول وش عندك. يس يو اسك مي وات تو دو. انت عليك تمشي على خطه كالفن وامورك 200 200 200 200. وش بعد؟ وش بعد؟ ليتس جو ليتس جو ليتس جو. اقول لك يا اخي الخنجر مخرب علي ثقيل. وش ما تفضحنا. دونت وري ايفريثينجز اندر كنترول، كل شيء تحت السيطره، انت لا تخاف. وبعدين خليك رزه جنتلمان مثلي وخذ عباتك. هاي هاي قول ايش، انا افهم احسن منك. هاي ناولني. يب نظارتي. انا برويك كيف برستيج. لا 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 استاذ استاذ لحظه شوي لحظه ايش عندك خير استاذ؟ في تحت واحد شخص مرعب ومعه حارس وسياره فخمه وتلفونات. والله ما حد غيرك مرعب داخل علي كانك فزاعه. قلت لك مليون مره يا هدى دخلي دقي الباب قبل لا تدخلي. استاذ هو شخص شكله مهم. عموما هذا المهم كيف يعني؟ عندهم سياره فخمه ومعه حارس وتلفونات. وين هو الحين؟ تحت. تحت؟ ايوه. واقفة؟ روحي بخلص له معاملته، روحي بسرعة. السلام عليكم. هلا هلا فاطمة. الحمد لله أنا بخير، أنت إيش أخبارك؟ أخوش شاف شيخان لابس مشتو خنقر؟
انا اوريك. هلا ومرحبا. هلا ومرحبا. طال عمرك اسفرت ونورت وهلت وانطرت. تفضل تفضل مكاني طال عمرك. تفضل. ها تفضل استريح. وش رايك؟ تفضل طال عمرك. تفضل تفضل. لا لا ما في داعي. برستيجي برستيجي ما في داعي. نعم نعم. تفضل تفضل طال عمرك. تفضل 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 استريح. تفضل بعد ابنك. تفضل تفضل تفضل. يا هلا ومرحبا. يا هلا ومرحبا. نورتنا طال عمرك نورتنا. قبل ما ندخل في التفاصيل يا هدى سأليت طال عمره ايش يبغى يشرب الله يهديك. شو تشرب؟ شاي ولا عصير ولا الاثنين مع بعض؟ لا لا الثلاثة. شاي مع سكر ولا بدون سكر؟ بدون سكر يكفي صبعك داخل الشاي يا سكر. ويع 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 ويع. طويل النمر ابا ولادي. هذاك اول. في الحقيقة والواقع ان احنا اليوم خصصنا هذا اليوم لك. لك تعال احنا عايشين. لك لك لك. وي ار فور معامله خلاص فينيشت. معاملتي؟ احنا جايين هنا عندكم في عندكم معامله شويه متعطله وبغيناكم شويه تدعموها. افا عليك طال عمرك. معامله موجوده هنا بخلص. اصلا وجودك هنا ما له داعي اصلا. لو كان تليفون كنت بخلص لك اياها. وين هي المعامله؟ عطني اياها. عليك طال عمرك. معاملة موجودة هنا عندنا. مبروك طال عمرك. معاملتك خلص. ايه في الحقيقة انا اشكرك على خدماتك اللي قدمتها لنا. واحنا في الحقيقة هنا عشان ان احنا لك و مكالمة من بورصة مال أوروبا. مال أوروبا؟ يس. هلو؟ يس؟ انظروني كيف تفهموها. وات؟ بورصة 2 مليون؟ نو 5 مليون. 5 مليون. انت بنك. انت في تشون تشون. اوكي؟ شكله راقي هذا. نعم انه راقي. نعم نعم. لا 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 طال عمرك. ما في شيء. امر امر امرنا طال عمرك. احنا خلاص بنترخص عنك. ما يصير تو الناس طال عمرك بنقعد بنتخدم مع بعض بنسولف. لا 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 انا ما احب اتغدى. انا دائما سلطات فوق غاست فوق غاست. طبعا ما تعرف انا هذيلا لكن سلطات يعني. مصنعنا انديا. الو الو بات. لا تصرخ. اص شب. يا اخي البشت والخنجر مالك بنردهن. حتى الغطره بنغسلهن وبنجيبهن لك. لا تصرخ. احنا عند الريال جا بنخلص بنخلص. لا تسب لا تز لا. خلاص احنا لازم نترخص. بترخص طال عمرك بس عندي موضوع بسيط يعني اذا تقدر. موضوع؟ اي نعم. لا تخاف موضوعك مخلص. بس لو معاملتك مخلصة. اوه زين طال عمرك. مشكور وما قصرت. شكرا لك. مع السلامة.
لا تنسى الموضوع ها. الشاي. شاي؟ أنا أشرب في قلاصات نفس هذه؟ أنا يوم ما أشرب في قلاصات مال جبن أقصد زجاج ولا ما أشرب ذيلة؟ شربي أنتي وأعطيه المدير العام. ولا تنسي ترسلي لي الفاتورة على الإيميل مالي www.borsa.com. إن شاء الله. بس أنا عندي طلب منه مساعدة إنه والدتي مريضة وبغيت مساعدتك أنت وما تقصر طال عمرك يعني. عفا عليش الأمور طيبة إن شاء الله. حاطة رقمش؟ في رقمي، في رقمي وإيميلي داخل وإنستغرام وتويتر وكله. كله. يعني وصلش. يلا. هيا. فهمتكم وين الشباب؟ اسمعني.